رامي طفل زيه زي أي طفل عادي، طفل بيلعب. رامي وقع من الدور الثالث ففقد النطق وفقد الرؤية وفقد الحركة. ده رامي، ودي والدة رامي. أنت متخيل طفل مش قادر يتحرك، ما بيلعبش، طفل في مرحلة إنه يدوب بيستقبل الدنيا، ما بيتكلمش، طفل عاوز يتحرك حوالين الدنيا والدنيا تتحرك حواليه بس للأسف مش قادر يشوفها. السؤال، هل هنقف نتفرج على رامي؟ هل هنسمح لأنفسنا وضمائرنا إن إحنا نترك رامي بلا حركة، بلا رؤية، بلا صوت؟ خليني أخد معايا على التليفون الحاجة أمينة يوسف، جدة رامي. إزيك يا حاجة أمينة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احكي لي إيه اللي حصل؟ رامي وقع من البلكوني من الدور الثالث، جاله ضمور في المخ. فالنهارده اتصلوا بينا جماعه من وزاره الصحه، حجزوا له، وربنا يجازيهم كل خير ويبارك في اولاد الخير. واحنا بس عايزين ان رامي مثلا ربنا يكرمه كده ويشوف ويتكلم ويمشي. لا، بإذن الله هيشوف وهيتكلم يا وهيمشي رب وهيملى البيت شقاوة ودوشة ويبقى زي الفل يا حاج أمين. يا رب، ويجعلكم في الخير على طول يا رب. بإذن الله ربنا بإذن يبارك الله، لكم ويجعلكم في الخير ربنا أخويا يا رب. يجعلنا جميعا أسباب يا حاج أمينة. آمين آمين أشكرك جدا أخويا يا يا رب. حاج أمينة، كل الشكر للحاجة أمينة يوسف جدة الطفل رامي.